مرحبا. السلام عليكم خوتي المغاربة. الاسم ديالي عماد الرقيق، خلق في 1997 مدينة فاس المرينيين. خوتي المغاربة، المهم اللي شاف الفيديو هذا يبارطاجيه. انا وقع لي واحد المشكل، واحد البنت كنعرفها صديقة ديالي، كانت دابا انا خدام في واحد الاوتيل، ويلا جيت من داك الاوتيل جيت للدار ديالنا مع الوقيته ديال الفطار. يلا دخلت عند مورين الدار مع الوقيته ديال الفطار، بقيت كنفطر معاهم، جاتني مكالمه هاتفيه على غفله. اتصلت بيا ديك الصديقه ديالي، قالت لي يا خويا عماد راه مقطع بيا الحبل هنايا في الصفرا، ولا عندك شي؟ المهم انا بغيت الا لقيتي كدير طلع اخويا عماد تعامل معايا وصلني لدارنا، الله يجازيك بالخير. انا قلت لها خيتي شدي طاكسي للمركب، انا نتلاقاك جيت المركب ونوصلك لداركم عادي. هي قالت لي يا خويا عماد راه ما عندي لا فلوس لا والو، والطاكسي اللي كنشير لها ما كتبغيش توقف لي. تيقتها انايا، انا طلعت من تماكي، طلعت من دارنا مازال ما كملتش الفطور مع مورين الدار هكايا، طلعت لتماكي صافي. ملي وصلت لعندها تماكي في الدخله ديال قبل الباراج ديال الصفرا، واحد الطلعه ديال البهالي. هي قالت لي انا هبطت من تماكي، انا تلاقاني في الطريق انا هو هذا، وكتهضر معايا في التليفون. ملي وصلت عندها لتماكي وقفت عليا هكذا، قلت السلام السلام صافي، قلت لها يلا طلعي تمشي بحالاتك هكايا. كنسمع صدام ورايا انايا هكايا، كندور ورايا هكايا باش نشوف، كنلقى جوج ديال الدراري جايين بالسيوف كيسبقوا لعندي. ملي شفتهم جايين كيسبقوا لعندي درت هكذا، هي لقيتها هي حيدت الكونتاك من الموتور وبغات تهرب، كنخطف لها الكونتاك. ملي حيدت الكونتاك كنلوح الموتور هكذا وهربت، بغيت نهرب هكذايا باش ما يقبضونيش، ولاو خرجوا لي عاوتاني جوج وحدين اخرين عاوتاني من مع جنابي هكذايا، بقاو تابعيني بربعه بيهم. وتميت غادي هربان هكايا، ولا عاوتاني خرج ليا واحد قبالتي هكذايا بسيف ضربني هكا من تحت قلبي هنايا، من تحت قلبي حاليا فاش نبغي نعس ما تنقدرش نعس على هاد الجنب هذا. هي هاديك ملي طحت انايا، طحت مع داك الدري في الارض، ضربني بسيف، طحت انا وياه في الارض، مع دخلت عنده هكذا طحت انا وياه في الارض بالدوره باش كندور، كتجي لي ضربه هكذايا في راسي، ضغط ملي جات ضربه في راسي، ولات عاوتاني كانت هو ديال ضربه واحده اخرى عاوتاني كنطاكيها بيدي، دخلت لي دخل لي السيف هنايا في يدي، دخل لي السيف صافي. انا واحد ضربني بقرعه ديال ديك الدوليو ولا ما سميتو، ضربني بها العينيه مابقيتش كنشوف. ملي ضربوني صافي فهمتي، الدولي ديال الموتور ديالي فهمتي، ما صافي مابقيتش عاقل على راسي تما كاين انايا، وليت كلي دم، مابقيتش صافي حالتي ولات كلها دم، مابقيتش كنشوف. ملي فقت لقيت راسي في السبيطار، هما شني الدولية هما الهدف ديالهم هما يديو ليا الموتور ديالي والفلوس. مع هذيك الساعات عاد كنت كتخلص، انا كنت في جيبي 2000 درهم. شكون اللي ديكلارك باش تمشي للسبيطار؟ واجا شي واحد ولا شنو؟ جاو شي ناس تما كاين، هما اللي مشاو عند البوليس. شنو قالوا له؟ مشاو عند البوليس قالوا لهم راه واحد السيد راه ميت في البلاصة الفلانية. ملي فقت هكذايا انا فهمتيني، قالوها لي شي، قالوها لي غير تما كاين شي وحدين. ملي فقت لقيت راسي دايرين بيا تما، كاين الاطباء والبوليس دايرين بيا كيسولوني، وانا ما بقيتش عاقل على فهمتي. ديك الساعات كنت مازال ضايق، ما تنقدرش نخرج الهضره ولا نهضر. هي هذيك قلت لك الدوليه الموتور بيكر كروس، شريه بمليون ونص، ودي لي تليفون ريدمي نوت طويل و2000 درهم، وكارت كيشي ديال البنكه، وكارطه ديال الجامعه، معنا طالب جامعي عندي دوزيام اني لافاك، و تنضي باني تما كاين في ديك الاوطيل، يعني تنقرا و تنخدم صافي. انا هاد الناس هادو ضيعوني في حياتي، انا كنت دافع للبوليس هما ضيعوني، دوزت البوليس دوز جميع المراحل تما كاين صافي. انا جاتي هاي انتوما كتشوفو جاتني الضربة في راسي صافي، ضيعوني هاد الناس هادو. تتواصلوا معاك هما ياك؟ تيهضر معايا في التليفون. شو تيقولوا لك؟ تيهضروا معايا في التليفون، شي يقولوا لي واش ضربت شي ضرب فريا ولا لا صافي. الو، هي مشاو معاك للبوليس للدار ديالها؟ بنادم هادي عندي التصاور ديالها، يعني انا تنعرفها، عندي التصويره ديالها. هو تن جوج شتهم مزيان في وجههم هكدايا، يعني لو وقف معايا بنادم غادي نهضر معاه، غادي نشوفو، غادي نعرفو صافي. وتي مشى دابا الدوسي ولا عندك؟ واحد سمر ودير كاسكيط وعندو شي ضريبة هنايا، واحد سمر وعندو ضربة هنايا، واحد قصير
واحد كان واحد هو اللي جا اللي ضربني التالي الاول اللي ضربني اللي فاش كنت غادي هربان وخرج ليا هو كان مخبع في واحد الدوره خرج ليا بسيف در اللي ضربني مسحس قلبي هنايا هو اللي كان طويل وكان داير لسان كان داير واحد لسان ودير واحد القب ملاوي على وجهه دابا الموتور ديالك سمعتي انه قلتي واش تباع ولا ما تباعش، ما عطيت اه عليه؟ وصلتنا واحد الخبر قال لنا الموتور سيسبح في واحد المنطقه سميتها الهمال هنايا قال لك بغا يبيعوه غير بنص كيلو ديال الحشيش و1000 درهم وانا كنت هضرت معاه في التليفون وصنع عليا هما صنعوا عليا قلت له لو كنت تبيعوا الموتور هكذا انا نعطيكم انا 2000 درهم يردوا لي المسائل ديالي ما تضيعونيش انت وانا الساعة خدام فيها ما عادش شحال 3 سنين وانا ما عادش شحال مثلا نضرب فيها تماره واحد اخر يجي يدي لك رزقك انت الساعة تعطي 2000 درهم يرجعوك الموتور ديالك وتسمح لهم كاع؟ لا انا هاد الناس هادو كان بغيت لهم الاقصى العقوبات بغيت لهم انا الحبس بغيتهم يتقبضوا في اقرب وقت المهم اخوتي اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجيه الله يجازيكم بالخير اخوتي المغاربه ما بغيوش اخوتي المغاربه شي واحد مغيري عاوتاني ولا شي واحد يطيح في بحال هاد المشاكل هذه شكرا عماد، شكرا، نتمنى على خير ان شاء الله.